دخلت السبعين ولسه تحت طوع والد عمك اللي يقوله يمشي عليك وعلى مرتك وعلى بيتك بالمركوب. واخرتها قعدت وحدك في البيت يا اسماعيل زي الحريم، يجوز ويطلق في بيتك وصباعك يطير عشانه وتفديه بروحك، وهو في الاخر يجيب الغريب ويحط جاره وان كان عاجبك. واه قد كده ماليش عازة. فكرت في روحك كام سنة مشيت وراه زي ظله عمرك كله، ودلوك لو زعلت مالكش غير بيتك، حتى ولاد عمك كل واحد فيهم خد أرض وبلاد وبيجي أمير، واسماعيل لا يفضل جاري ماليش غنى عنه. مالكش غنى عني ولا عاوزني تحت رجليك يا همام؟ واخرتها يقول لي ولا تقدر تعمل حاجة لجابر واللي في راسه هيعمله. قالها لك ابو الدهب الشيخ العرب همام يؤمر وانت تنافي الشيخ اسماعيل. مسكين الشيخ اسماعيل في طوع اخوه ما يقدرش يتصرف، لا يقدر يا عيني يمشي الغريب ولا قادر حتى يلاقي حد يستر بيته. بيت الشيخ اسماعيل هتطلع حافية وشعرها اريان، لو ابوها ملحقهاش ممكن تروح لأي كلب غريب ويتفضح الراجل اللي ملهوش عازة. واه واه يا همام ليه يا ابوي ده كله؟ ده انا حتى اديتك عمري كله. اخر ليله ليك في فرشوط هي الليله دي، فاهم؟ وان ما مشتش يا انا انت يا ولد الجبل، خد مرتك وعيالك وارحل وانفذ بعمرك. اسمع يا شيخ اسماعيل، انا مش فاهمك عشان تطردني. وانا قدامك اهو وهطرد، وريني هتعمل ايه يا ولد الجبل، وريني المرجل، وريني دمك لما يغلي هتعمل ايه يا ولد الجبل يا عديم الابو. انا ارجل من اني ما ردتش واكرم من اني ارد. لو طلع عليك النهار وانت لسه هنا يبقى تغسل روحك من دلوك، واللي عمل شيء يتلقع جابه يا ولد الجبل.